اليوم هو اليوم بالنسبة لي أنا هو كبير لأنه تنحتفلوا بهاد الوليدات اللي هما واحد 650 طفل تقريبا وطفلة بمناسبة هو النشاط الأول ديال المخيم هذه من جهة، وأنا مسرور جدا وكذلك تنوجه التحية ديالي والشكر ديالي الكبير للسي الحاج هو اللي مسؤول على هذا المخيم اللي تيدير معنا دائما يديه وتيعاوننا وتتعاون معنا. اذا الله اللي غادي يخلص كل واحد فينا. اذا نتمنى التوفيق على هاد الوليدات والنجاح كذلك، وشكرا جزيلا. عشنا أيام رائعة جدا، جميلة جدا بكل ما تحمل الكلمة أو الكلمات من معان. عشنا الروعة، عشنا الأناقة في الأداء، في الوجود، في التواجد. كان وجودنا أو تواجدنا مع الأطفال المعاقين، أطفال جمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين دينيا في هذا المخيم الرائع، مخيم لاكورنيش للا مريم، تواجدا حضاريا تربويا مميزا بكل ما تحمل الكلمات من معان. مرحلتين من 13-24 ماي عشنا ما عشناه من ألعاب، من ترفيه، من تنشئة اجتماعية، من تثقيف، من إعطاء كل ما يوجد في القلب. أتذكر دائما شعاري وهو لكاتب روسي تشيخوف يقول: إذا كان بوسعك أن تحب فبوسعك أن تفعل أي شيء. الحب هو المنبع، هو الذي يجعلك تقوم بأي شيء، هو الذي يجعلك تدفع وتدافع عن القضايا التي تؤمن بها. أشكر أولا السيد الرئيس علي رضوان السيد المحترم، رمز المحبة كما قلت في الكلمة، الذي يعطي عطاء يعني عطاء مستمرا وممددا وممتدا إن شئتم، وطبعا إلى جانب مكونات الجمعية وإلى جانب الآباء والأمهات وإلى جانب أصدقاء الجمعية وإلى جانب الأطر التربوية التي أشكرها شكرا جزيلا أيضا. وأشكر الشراكة الرائعة مع جمعية المخيمات في شخصها السيد عمر الحديبي، وأشكر أيضا السيد عمر والسيدة عائشة والطاقم الذين رافقونا وكانوا في خدمتنا خدمة رائعة، مشكورين جميعا. حنا تبات نتواجدوا في هذا المخيم، شنشكروا الناس اللي رحبوا بهاد الوليدات واللي عطاوهم يد المساعده باش يفرحوا باش ينشطوا من العام، كل عام تيعطيوهم. تنشكروا هذا الحاج ونشكروا السيده ديالو ووليداته وهاد الناس اللي تيخدموا مع هاد الوليدات، وحنا فرحانين وزعما واحد المنظر مع هاد الوليدات باش يفرحوا وتيغني وتينشطوا، وزعما ما تقدرش تشوف العين ديالك ما تسكتش من الدموع، لان هاد الوليدات باش يفرحوهم هاد الناس لما الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. وتنشكر المؤسسه والمدير ديالها علي رضوان والمؤطرين والشياف والمربين كل شيء زعما الله يعطيهم صحيحتهم، وشكرا بزاف تنشكرهم جزيل الشكر وعلى هاد الدعم اللي تيديروا لهاد الوليدات اللي تيفرحهم كل عام، ماشي غير اليوم ولا كل عام. نهار بدينا معاهم، دابا ولدي راه عنده تقريبا واحد 34 ولا 36 عام، وانا ديما حنا معاهم هنايا، وبهذا زعما الفضل تيرجع لهذا المدير ديالهم اللي زعما تيقوم بكل واجب نحو هذ الوليدات هذ المعاقين، وتحنا تنفرحوا معاهم والله يجازيهم بخير.